وقوله هنا ولكن الله يذيب بالتوكل، هذا علاج للتطير. التوكل على الله والاعتماد عليه سبحانه وتعالى، المضي في الأمر لا يمتنع لأجل الطير راح يمين ولا شاف لأعور ولا سمع يا خائب ولا كذا ويمتنع، لا يمضي في أمري ويدعو الله سبحانه وتعالى. لا خير إلا خيرك ولا شر إلا شرك، يعني ولا يدفع سيئات إلا أنت، لا خير إلا خيرك ولا يدفع سيئات إلا أنت، فيلجأ إلى الله تبارك وتعالى. نعم.